قلبي يعدلي كل كلامي، كلمة بكلمة يعيدها عليا، لسه شفايفي شايلة سلامي، شايلة وعارة حبك ليا، قلبي يعدلي كل كلامي،
وسهلا بيكم الاول، وطبعا احنا دايما بنبقى مبسوطين بوجود قناه تن. انا اسمي ياسر سعيد، سوليست في دار الاوبرا المصريه. طبعا بالنسبه لمشاركتي في المهرجان الموسيقى العربيه 30، الدوره 30، طبعا شرف ليا طبعا. واحنا يعني مش اول سنه بنشارك، يعني احنا شاركنا كتير في المهرجان، وده شرف طبعا لاي مطرب في الوطن العربي عموما. وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس. والنهارده ان شاء الله هقدم اغنيه اول مره تحب يا قلبي، وقارئه الفنجان للفنان عبد الحليم حافظ ان شاء الله. دايما الجمهور السكندري بيكون او ما يسمى عليه الذواق، يعني دايما اي فنان بيجي يغني على خشبه الاوبرا او في مكتبه اسكندريه يعني بيكون متخوف شويه من الجمهور السكندري، راي حضرتك ايه؟ طبعا الجمهور السكندري بالذات جمهور فعلا ذواق جدا 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 ومرعب. فالواحد طبعا لازم بيعمل حسابه لما يكون واقف قدام جمهور جميل وذواق زي جمهور اسكندريه، فلازم الواحد بيشتغل على نفسه ويحفظ كويس، لان كمان الجمهور بيبقى حافظ بالكلمه كمان. فان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله. محتاجين نسمع من حضرتك حاجه كده صغيره من اللي هتتقدم النهارده ان شاء الله. بحياتك يا ولدي امراه عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. اولا انا اسمي مصطفى سعد، انا عضو فرقة اوبرا اسكندريه، سوليست فرقة اوبرا اسكندريه، ومشاركتي في المهرجان شرف مع بعض شرف، وبنستناها كل سنه. طبعا تواجد مطربين كبار جدا من مصر والوطن العربي ده شرف لاي حد. يعني ايه الحاجات اللي انت هتشارك بيها النهارده في المهرجان؟ النهارده هغني لحن لفنان كبير جدا، فنان محرم فؤاد، الحان محمد الموجي، واستعراض الزهور لمحمد فوزي. استعديت ازاي للمهرجان؟ احنا دايما بيكون في تمارين واختيار حتى الاغاني بشكل معين. طبعا هو بيبقى قبلها بفتره بنستعد في اختيار الاغاني، بنعمل بروفات كتير جدا، بروفات فوكال عشان نجهز صوتنا، وبروفات مع الفرقه الموسيقيه ومع المدرب الصوت، لحد بقى البروفا الجنرال والحفله. حضرتك بتغني في اماكن خارج الاوبرا واماكن خارجيه، ايه الفرق ما بين مهرجان الموسيقى العربيه واي مكان خارجي؟ طبعا احنا في مهرجان الموسيقى العربيه بنبقى مهتمين جدا بان احنا نطلع شكل الموسيقى بتاريخها، بالاغاني القديمه، بالاحتفال بذكرى الفنانين الكبار جدا. في نفس الوقت طبعا اختلاف الذوق العام طبعا في السوق بيبقى مختلف عن المهرجان، لان المهرجان بيبقى فيه نجوم كبار بيغنوا اغانيهم مع الاغاني القديمه طبعا، فبيبقى كلاسيك شويه عن السوق. سمعنا كده حاجه صغيره من اللي هتشارك بيها النهارده على المسرح. الورد له في روايح ولغات تجمع بين النار والجنه، حكم الزهور زي الستات لكل لون معنى ومغنى، لكل لون معنا، ده كل لون معنا ومغنى.